للشينا للشينا الشركة اصبح لينا لجينا واحتجينا الشركة اصبح لينا هذا عار هذا عار والزبون في خطر هذا عار هذا عار والزبون في خطر لجينا واحتجينا. السلام عليكم. اليوم جينا لواحد الوقفة والمشكل هو ديال السيارات الجديدة اللي لقينا فيها مشاكل كبيرة، وهذه المشاكل كتجلى في الموتور ديال السيارة المحرك. هذا المحرك اللي هو باقي جديد وكان كنلقاو كي ياكل الزيت بهذا المفهوم. هذا غادي نهضروا بالدارجة شوية باش نفهموا، باش الناس يفهموا مزيان. هذا الموتور كياكل الزيت. هذا الناس هادو درنا معاهم جميع المحاولات، جينا درنا اللقاء الأول الثاني الثالث، يعني لقاءات على مستوى على اكبر مستوى هنا في لاميزو بحكم حنا كتمثيليات النقابية. ولكن اللي كان تما جينا عندهم كان نصطدموا بانه ديما بحال كيمولونا تيتمطلوا عنا. ربما حنا كنقولوا بان هذا الاشكال هذا ديال هذا الطوموبيل هذا بان هذاك الزيت اللي كتكال عاديه، ولكن حنا ما كتجيناش عاديه لان ما كاينش سياره كنعرفوا حنا كتاكل الزيت وهي باقي جديده. واكثر من هذا حنايا في ايامات السيارات القدام بما فيهم الاونو دوسون ساي كنا كنمشي نجيبوا موتور مثلا المحرك كيتكون لنا كنجيبوه غير من لافيراي، الا كان تيقرس غير الزيت كنا كنردوا لمول لافيراي وكنعاودوا نجيبوا الموتور موتور اخر اللي ما كياكلش الزيت. هذا موتور قديم بالاحرى موتور جديد كيقول لك بانه راه هذا الشيء راه عادي عندهم. حنا بالنسبه لنا بنا الضمانات من عند هاد الناس هادو، اشنا هما الضمانات اللي كنبغيو؟ يديروا معنا واحد المحضر على اساس انه اذا وقعت شي حاجه لهاد السياره دابا عامين ولا اكثر من سميتو يكون التعويض ديال هاد الناس هادو. وهاد الناس هادو راه عينا معاهم الوقيته فاش جاو حنايا الاخوان صبروا شويه، ولكن ما يمكنش نبقاو هكا لانه هاد السيارات هادو باش يبقاو تياكلوا الزيت. وحنايا كان بحال كنمطلوا في الاخوان ديالنا المهنيين، والسياره دابا بحكم دابا السياره راه ولات بثمن اخر. السياره ما بقاش هذيك السياره الاقتصاديه اللي كنا كنسمعوها اقتصاديه. السياره ولات كانت ب 10 المليون الفلوس زائد الدعم زائد التيفيه، يعني واحد 14 مليون. هذه السياره اللي كنا كنقولوا سياره اقتصاديه، واكثر من هذا السيارات الاخرين كنلقاو فيهم بانه كيتنقص فيهم 20%، هذه كتنقص فيها 7%. وحنايا هذه السياره هذه كنا فرحانين بها في السيارات القدام اللي هما الموديل القديم غاديين مزيان وهي فعلا كانت خدامه مزيان، ولكن تفاجئنا بات السياره هذه ما حنا ما فهمناش. وما تيقول لك حتى هما ربما حتى هما راه ما فاهمينش. هاد الناس هادو اللي هنا في لاميزو ربما تيبان لي بانهم ما فاهمينش، كاينه شي حاجه كيكلوش ما فاهميناش هما ما فاهميناش حنا، ولا ربما هما تيمولونا على اساس انه تيتقدم لنا الكارنتي. وحنا الكارنتي عندنا راه كنعرفوا بان عندنا عامين ديال الكارنتي وعندنا 200,000 ديال الكارنتي 200,000 كيلومتر، ولكن الاشكال اللي عندنا حنا في هذيك 200,000 كيلومتر حنا راه تاكسي راه ماشي هي سياره عاديه. واكثر من هذا حنا كننبهوا المواطن العادي باش يكون على حذر بانه عاد يقلب هذيك الزيت ديالو انه ما تيكونش ما تيمشيش بزاف بالسياره. 200,000 كيلومتر كما قلنا راه غادي حنا غيتكل عندنا حنا في واحد المده وجيزه، ما غاديش تكمل مثلا عامين بحكم ان السياره كنديروا حنا مثلا تقريبا واحد الفيدون في الشهر ديال 10,000 كيلومتر او في 20 يوم، راه غادي تقدمنا حنا الكارنتي في الكيلومتراج ماشي في السنوات، وغادي نوليو في المشكل. لهذا كنطلبوا من الناس هادو يحلوا معنا هذا المشكل هذا. والاخوان المهنيين راه رشحوا زيدونا لقدام على اساس انه باش هاد الناس هادو راه الا ما مشاش معنا في الحل راه غادي ندخلوا معاهم للقضاء. كونوا واقعيين، غادي اما يديروا معنا محضر اللي هو غادي يكون توافق بيننا وبينهم اللي كنضمنوا حتى حنا الحقوق ديالنا، او غادي ندخلوا معاهم للقضاء. وشكرا والسلام. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.